المال في معادلة الرئاسيات قاعدة انتخابية تعود بكل قوة مع كل موعد رئاسية، حيث يتهافت ويتنافس رجال المال والأعمال لتمويل الحملة الانتخابية وصناعة رئيس جديد على المقاس يوفر لهم كل وسائل الحماية من قضايا الفساد والتهرب الضريبي واحتكارهم لكافة الصفقات العمومية. أن الناس يجيبوا دراهم ما همش نظاف، ما همش داخلين في البنوك، مش معروفين من طرف الإدارة الجبائية ويدخلوا بها في الانتخابات، مش باش يشاركوا السياسيين بل باش يغطيوا هذه الأمراض من ناحية مثلا الكريدي ما خلصوهمش بزاف البنوك تسالهم يحميوا نفوسهم من ناحية ليزامبو يسالهم ليزامبو ما قدروش يخلصوهم من ناحية العلاقات التجارية. رئاسيات 17 أبريل تحولت من تنافس للبرامج إلى محطة لإعادة رسكلة أصحاب المال ضمن اللعبة السياسية مقابل وعود من المرشح الفائز بمشاريع وصفقات. لو القانون يطبق يوم من الايام هذا الناس يتضروا، اذا يلعبوا هذه اللعبه باش يحافظوا على انفسهم ويتمنوا ان الكونديدا نتاعهم اللي خيروه هو اللي يفوت في الانتخابات باش الغد يضمن لهم هذا كل ما اعطاو كامكانيات ماليه ويضمن لهم بالخصوص الشيء اللي عندهم الان ويضمن لهم بالخصوص لافنير نتاعهم. تزاوج السياسة مع المال الوسخ في تمويل الحملة الانتخابية نظير فرز الخريطة الاقتصادية والرجال الفاعلين فيها يعيد للأذهان إمكانية تكرار سيناريو رئاسيات 2004، حيث وجد آنذاك بعض رجال الأعمال أنفسهم عرضة لعقوبات صارمة كلفتهم خسارة كل ممتلكاتهم وتوقف استثماراتهم بعد الرئاسيات. تساؤلات عديدة طرحها متتبعو المشهد السياسي حول من هم الأشخاص الذين يقفون وراء تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين الستة. فالعديد من رجال المال والأعمال في الجزائر صرفوا مبالغ ضخمة في الأيام الأولى من اطلاق الحملة الانتخابية، ولكن السؤال المطروح ما الغاية من ذلك؟ محمود حمر أعد التقرير التالي. في ثالث يوم عن انطلاق الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أبريل القادم، تطرح مصاريف الحملة الانتخابية للمترشحين الستة تساؤلات حول مصادر تمويلها. فالعديد من رجال المال والأعمال في الجزائر خصصوا مبالغ ضخمة لتمويل نفقات كل يوم من الحملة الانتخابية، ورغم أن القانون العضوي للانتخابات حدد سقف المصاريف إلا أن المتتبع لنشاط بعض المترشحين يلاحظ عكس ذلك. فمصاريف التنقل عبر الولايات خاصة بالطائرة بالإضافة إلى نفقات الإيواء ومصاريف الملصقات والإطعام ناهيك عن مستحقات المعاونين في المداومات الانتخابية في 48 ولاية والمهجر، كلها مصاريف ضخمة تطرح تساؤلات حول هوية وهدف من يمول الحملة. إطلاق بعض مديريات الحملة الانتخابية لبعض المترشحين لقنوات تلفزيونية خاصة بالحملة الانتخابية وفي ظل الأعباء المالية المترتبة عن الكادر البشري والمستلزمات التقنية التي تصل إلى مبالغ خيالية يطرح نقاط استفهام عدة. الأمر المثير للغرابة أن المتتبع لوثيقة التصريح بالممتلكات التي تقدم بها المترشحون للمجلس الدستوري لا تكفي لمصاريف الإطعام وحدها، فمن أين لهم هذا يا ترى؟ وما سيستفيد منه رجال المال بعد 17 أبريل؟